احمد مرحبا اخويا صباح النور اخي مومو نهار كبير هذا مرحبا اخويا مرحبا نشرف فينا اخويا شكرا ميت شريف صحيح عليكم صباح اخويا نهار كبير هذا كي داير الو انت هو البروديكتور ديال البروديكتور هذا انت صوت الموسيقى برودكتور ديال الموسيقى اون فيت كاين واحد برودكتور اخر اللي مكلف به لا برود لا برود فوالا باسكو سي اونيكي سي اون تيم سي اون ايكيب غتشرحوا لنا هادشي كامل اخويا مرحبا اخويا اغنيه زوينه علاش ما بغيتيش شي اليوم انا بشيشة جبت لك كل ما حاجه وهاد الاغنيه هادي بالبدايه ديالها كانت في الشو البدايه ديالها كانت هنايا سمعوا عقل ايات بدايات واش خبركم 2017 غتخرج عاوتاني مشيشة مزيان خبركم خبركمش خبركمش اخي ما قالهاش لنا سمعوا ها هي مشيشة فيرسون 2017 راني عشقتها من قلبي جامي نبدلها تيا توجور في بالي راكي مهبلة تيا حبيبتي وانتي حياتي واللي ما عمرها كله قاتي سميك انا ماي بيبي ونديرك قديمة في جنبي سميك انا ماي بيبي وشنو هو هذا كانوا الفراك لو كيت سنتو كانوا كيت سمعو علاش ما بغيتي شي شي اليوم يا مشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والشيشة لبست لك اللي بغيتي كوستيم وطربيشة حيديدك تخوبيشة وفرحي يا مشيشة عماد بن عمر غادي يخرج اغنية قريبة يخرج هذا مشيشة لا هو كذلك واش تعطيو دابا مباشره في الشو تعطيو لوتوريزاسيون باش يخرج بيان سور لوتوريزاسيون ديالو سير اخويا الله يحني عليك الدنيا واخيرا الله يسهل عليك صافي هيا كاينه سي فري ما كنتوش سامعين انتم هادي لا ما سمعناش اخباركم كاع غادي تخرج غادي تخرج قريب اه مرحبا والله لا مرحبا بك هذا راه فنان الدري درجه عماد بن عمر من تطوان برافو اخويا البدايه ديال الاغنيه هذيك في الشو انت صيفطت لي الاغنيه عماد صيفطت لي كان عندنا الخميس وما كان عندنا ياك الخميس وصيفطت لي الاربعاء العشيه صيفطت لي وقلت لي لا بغيتيش قلت لي راني غنخرج اغنيه جديده ياك لا غوبريز ديال المشيش انت ما خبرش الفنانين كانوا جايين لا والو والله سبحان الله هذه ما كانش خبار بزاف صدفه واعره بزاف سبحان الله ربي ملي كيبغي يكتب لك شي حاجه والنهار اللي قبل النهار اللي قبل كانوا هما جايين ما عرفتش فناير غادي يكونوا معاك قلت دخلت لعند مومو في الواتساب قلت له انا غادي ننزل واحد لا شونسون ولكن خصني ناخذ لوطوريزاسيون باقي المرحله الاخيره هي اللي صعيبه فهمت انت اللي تقدر تفكها قال لي شنو من اغنيه قلت له هاك سمع ورد عليا سمع قال لي مرايق لاباي بحال هكذا فهمتي قال لي مرايق لاباي هذا الشيء قال لي صافي راه فناير غدا ما جينا عندي وداك الشيء جات سبحان الله صدفه واعره بزاف وملي هاد المقطع الفيديو اللي دابا طلقتي لنا المقطع ديالو كنا جالسين هكذا كيف ما كتشوف ثلاثه بينا في الاستوديو صبري بس شخصيتك قلت لي سوسبنس استنى حتى العشيه اه انت ما سمعتيش الصباح ما سمعتيش مباشره وسولتيني قلت لك واش دير حيت انا قال لي كيعيط عليا كيقول سوني شي حاجه في الشو ما سمعهاش ما كنقولهاش ليه فهمتي برينسيب مغربي اللي فاتو الماكله يقول شبعت واللي فاتو الهضره يقول سمعت فهمتي حيت بحال قلتي انت مشيتي كان داك الكونسير راه تقول لك اه كي داز الكونسير مزيان ما حضرتيش دونك انا درت لي سسبانس قلت لك شوف قلت لك تسنى راه غتخرج الفيديو في اليوتيوب من دابا شويه حيت من دابا شويه كندير انا في الحياه كنديرها في الراديو كنديرها في كل شيء فهمتي من دابا شويه تشوف الفيديو وشوف هيا داكشي اللي كاين حنا جالسين في الاستوديو انا شريف خدام في اغنيه وانا جالس شابر التليفون كلام الاكتيالي زايد في اليوتيوب نزلت الحلقه قلت لهم خوتي وقفوا هادشي كامل نتفرجوا الحلقه في نهار شنو كاين قلت لهم غنتفرجوا غادي نعرفوا شنو كاين واخا مزيان كنا كنتفرجوا بحال هكذا ديك اللقطه اللي قلتي انتم قلتي لهم سمعوا غادي نسمعكم مشيشة 2017 وداك الشيء تسخلعت فهمتي تخلعتي ياك كنسمع صوتي كنقول صوتي ولا ماشي صوتي واش هاد الفيرسيون ديالي ولا ماشي ديالي كاملين ساكتين انت ما كتعرفهمش كتعرفهم ولا ما كتعرفهمش لا شخصيا ما كنعرفهمش كتعرفهمش ولكن دابا لحد الساعه مازال ما هضرتي لا هضرت معاهم هضرت معاهم ديالكم مع ما هضرتي هضرت مع محسن ومع المناجر ديال اش قالوا لك امين مع امين محسن قال لي تبارك الله عليك اذا احتجتي اي حاجه موسيقيا وداك الشيء مرحبا وداك الشيء مزيان والامين قال لي لا شونسون ديالك حنا عطينا لك بقلب خالص وداك الشيء والله يسهل عليك والله يوفقك وداك الشيء مزيان اخويا مزيان هذه بديت اغنيه زوينه مشي شنو قصه ديال مشيشه شكون اللي صوبها كيفاش تصوبها شكون اللي فكر فيها شكون اللي مشيشه
الاحمر كنت يلا يلا نزلنا باموس دازت واحد شويه عيط للشريف التليفون قلت له انا خصني نجي عندك حيت الشريف كنعرفو من الاغنيه اللي غنينا انا وزهير شحال هادي بعدي وانا كنعرفو ولكن كنرجع ورجع خدام مع رضوان دونك ما بقاش كيخدم مع حتى شي واحد كيبقى مع رضوان ملي عرفتو رجع في تيطوان وداكشي مشيت لعندو جلسنا قال لي انا نسمعك واحد التريك بحال هكذا وقول لي رايك باقي ما تسالتش الاغنيه قلت له هادي ديالي ما نزيدوش نهضروا كيقول لي بلاتي سمع مزيان الوقت دابا انا خلاص دابا نتاد شحال قول لي شحال كتاخذ شيكات كتاخذ شيكات اسبيس ما جبتش كارطيره قلت له بلاتي جبت التبي خلص دابا كيقول لي تصنت مزيان وركز فيها اغنيه ميزه هادي لا لا غسمعتها قلت له صافي كانت انت مصوبه ماكيت كانت عندي ديجا ماكيت وفيت انا واحد جينيراسيون اللي سمعنا هاد الشيء هذا كنت انا هذيك الساعه كنخدم في الدومين وداك الشيء كان عندي استوديو في تيطوان اكسيتيرا كنسجل الناس وديك الاغنيه كانت عملت واحد الضجه فهمتني كيفاش زوينه الاغنيه هما بحال اللي خرجوها بالملاغه والضحك وداك الشيء ولكن عملات واحد وخدمات فهمتني كيفاش يا هادي سمع وفيت كانوا عندي واحد ثلاثه الاغاني نعاودهم دربت مغرب قلت انا دابا كاين واحد الموجه كبيره د اغاني كيعاودوهم وكيشفروهم اكسيتيرا قلت انا بوكو با نعاودو حنا واحد نعاودو التراث ولكن دراف نقولو فهمتني كيف راه محمد شيري الا دار واحد دار واحد فهمتي واحد البديه ديال الكلاش صافي الله عاوتاني فهمتي دار لا كلاش لا ما كاينش كلاش كاع فاش كدوز دوزيام وما كترجيك بزربع لومبرياج كاين هاد اللايف ما كاينش كاع كلاش كنا ثلاثه الاغاني شوف اخويا واحد القضيه تهضرتي على تهضرتي واحد الموضوع هذا من المواضيع الشائكه الشائكه ولا شائكاش اللي هي زعما اغاني اللي تغنات اللي تصوبات اللي تغنات شحال هذه واللي خداوها دابا حنا كنعيشوا في واحد البلاصه في واحد المنطقه اللي ما فيها لا دغوا دوتور لا شكون اللي غنى لا شكون اللي دار لا والو يعني انه تقدر تاخذ اي اغنيه ياك حاتم ايوا دابا حاليا هادشي اللي طاري تاخذ اي اغنيه تغنيها عاوتاني تقدر تصدق ليك دابا السؤال هو واخا واحد غنى واحد الاغنيه وما صدقاتش فيه ياك واحد النهار في واحد السنه في واحد الشهر في واحد الزمن يتغنى غنى شي واحد اخر غنى الكلمات خذا له جوج ثلاثه الكلمات اربعه الجمل خذاهم غناهم صدقات ليه حسن من الاوريجينال السؤال هو دابا انت بروديكتور انت مغني وحاتم تاو جاوبوني دابا كون هذاك اللي خدا الكلمات كون الاغنيه ما صدقاتش اش كان يوقع واش كان يوقع نفس المشكل لا ما تنظنش طبعا عماد ياك ما يوقعش لا ما يوقعش يوقع حتى شي مشكل في فحال واحد كتوقع واحد لا جولوزي من بعد ديك النجاح دونك الى تغناو الاغاني وما صدقوش بالعكس يقول لي شكرا ما وي المغني يقول لي شكرا اللي غنيتي اغنيه اللي غنيتي مي حيت صدقات معاه وما صدقاش مع الاخر داكشي المشكل اللي كان هو اللي قلت انت ما كاينش واحد السيستم باين واحد الاندستري باينه ديال لو ديسك ما كايناش فهمتيني اما هي اللي ديجا عملناها ملي كنت مع نادر ودكي عملنا نادر بزاف رضوان انه الاغنيه كتعجبو كيقول هاد الاغنيه هادي واخا تكون نجحات ولا ديجا عامله بلوزيور فوا كيهضر مع مولاها المانجمنت ديالو والبرودكشن ديالو كيفهموا لي دروا كيخلصوا له كاع حتى الا كانوا عايز يستعملوا حتى شي سامبل من تما ولا شي حاجه كيتخلص في لي دروا ديالو هذه ما كدارش انايا اخر كيتنازل على الحقوق ديالو كيخرج الاغنيه بكل سهوله ما عندهمش مشكل ما كدارش مرات كتقلب على مولاها ما كتلقاش الحاجه اللي ما عملناش حنايا توقع القضيه ديالك ولا تلقى مولاها براسو اللي ديالو وما محطها ما محفظها في حتى شي بلاصه اصلا هو براسو فهمتي ودائما حيت الطلب ديال الله يخليك غادي نغني اغنيه ديالك صعيبه شويه صعيبه دابا انت عشتيها انتم عشتوها صعيبه انا وحنا داز في الشو داز مزيانه وفناير الدراري مريقلين بخير لا مشكل فناير كنت كنقول لك كنقول فناير ما عجبر معاهم حتى شي مشكل لا فناير ولا اش كاين ولا واحد لا جينيراسيون الاولى ما عجبرش معاهم مشكل فهمتني كيفاش وفعلا داكشي اللي وقع انا ملي كنت كنتفرج الحلقه الشريف عرفتي واحد ديما حنا عندنا شي صاحبنا اللي كيقول لك دائما كياكد لك كيطمئنك على انه راه ما غاديش يوقع المشكل ولكن نهار كيوقع المشكل كيقول لك شنو كيقول لك سحاب ليا ما كانش غادي يوقع المشكل شوف انت غادي غني ما يهضرش معاك كنعرفهم بزاف ولكن ما كاين حتى مشكل سير خذها ما لا دير الله ما كاين حتى مشكل اخويا هادي كاين وقع مشكل اخويا انا ما قلت لك والو انا
انا صحاب ليا ما غايقول لك والو اسمح ليا ولكن راه اخويا تبدلو تبدلو ما تبدلو وقاش كيما قال هادشي اللي وقع الاصليه ديال المشيشه هي هادي علاش ما بغيتيش تجي دوم يا المشيشه جات لك كل ما حبيبتي شرب والشيشه لبست لك كي بغيتي الكوستيم ما تو ما توش بدو الكلمات زقاء بقوما هما لا أول بدلتو زاد غلا نترو في الأول زدنا كوبلي وبريكورس و خلينا الغرفة خلينا وانا دي شوفوا الكلمات ديال الأغنية وراني عشقتها من قلبي جا من بدلها انتي توجور في بالي راكي مهبلة انتي يا حبيبتي وانتي حياتي وانتي حميدي وانتي حياتي واللي معاك ورخاتي نسميك انا ماي بيبي ونديرك ديما في جنبي شكون اللي واقف بجنبك دابا عماد بن عمر بزاف ديال الناس الحمد لله ملي بديت لدابا كاين بزاف ديال الناس واقفين معايا في البدايه لدابا كاين في هذا الوقت هذا الشريف كاين مغير البرو من غير البرو من غير صحابي من غير ماروكينو من غير برو من غير واحد منهم صاحبي وائل صاحبي 18 عام سبري صاحبي زهير صاحبي بدر واش عنده 18 عام ولا دي 18 عام لا دي 18 عام هو صاحبي عنده 22 زيارة اخو 18 عام كنتو جيران باقي جيران الحد لك كنبغي شي حاجه كيمثلها لي غنصور جيم وصل بخير ترونكيل وائل شو سميتو وائل وائل الجسار هذا هو داك صاحبك اللي من قوه ما صاحبك بزاف وكيكون جارك تقدر تعيط لي من البيت ديك البيت ديالو وانتم ما ساكنينش في الدار فهمتيني وائل داكشي اللي كاين والله صاحبي هبط نزل داكشي اللي كاين بزاف مزيان الحمد لله تعاونوا معنا مزيان اخويا مزيان الله يكون بالخير نسميك انا ماي بيبي ونديرك ديما في جنبي يا المشيشه علاش ما بغيتيش تجي اليوم يا المشيشه وانت كتشوي انا تمشي مشيشه انت من النوع ديال البنات اللي كيعيطوا لهم الواحد مشيشه شكرا كاينه ما كاينهش اشري كاينه مرحبا رجاء صادق كان تيستيك سي ناس داك سي ليكيب ديالي هادي راه السيد راه مجوج راه شنو مصين انا مجوج اخاي انت مجوج كان تيتفوت انت الله مشيت فيه يا ربي الشيشه علاش ما بغيتيش تجي لهم جبت لك كل ما حبيتي الشكلاط والشيشه كتكمي الشيشه لا والو كتكمي الشيشه شحال هادي كنت كنكميها الصراحه ملي جوجت وقفت لا ما عقلو صافي صافي المراه هي اللي حكمت قالت لك يا اما لا لا ماشي تبدل شوف ما تجوش بيا لا لا الشيشه لا مره ما كاينش داك الشيء مره السيستم ديال الحياه ديالي تبدل فهمتي مزيان اخويا تنظمت داك الشيء وما بقاش الموت عاد مزيان واش الشيشه صعيبه خاصها خايبه الشيشه خايبه بزاف قال لك الشيشه وحده تساوي 20 باكيت الكارو با 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 الله يستر هادي شنو هي الشيشه وحده تساوي 20 باكيت الكارو تخيل راسك انت قلت كمي الشيشه بحال مشيتي عند الساكا قلت لي عطيني شي ترس ديال الكارو عطيني شي غنكميه دابا ديروا لي ديروا لي في شي حاجه نكميه دابا كامل كميه دابا شعلوا شعلوا ديروا في شي مجمر شعلوا الكميه دابا حطوا راسكم حدا وراسكم الشيشه لبست لك اللي بغيتي لبست لك اللي بغيتي كوستيم وطريبيش انت عندك مع الباس عماد ضروري ياك كيعجبني شوبينغ كيعجبني شري الحوايج داكشي الطقطاق البياسات المسائيه انا اذا كان عندي داكشي بلان عندك شي بلان كتجيب منه الحوايج حيت كاين ديما حنا مغاربه عندنا بلانات حيت عندنا حيت حنا المغاربه كنبغيو نلبسو مزيان ياك ولكن ما كنبغيوش نشريو داكشي غالي يعني كتدبر على واحد اللعيبه ما عرفتش شناهي كنا عندنا في المغرب اللي هي فيها كتشري حاجه واعره بثمن رخيص جدا راه واش داكشي خارج داكشي اللي خارج من الوزينات عرفتيهم اللي كيقول لك وركي راه فيها خياط عوجه حتى راه شنو خياط عوجه راه تنع وجهها ما كيتش انا نلبس معاك انا يا خياط عوجه انا كيقول لي راه خويا خياط عوجه كاع ما تكونش كاع مخيطه كاع ما كاين حتى مشكل راه لبسها خويا ما كاين حتى مشكل سي بو عندك شي بلان انت عندك شي بلان لا شحال هادي كنت راه كاين دابا كاين الحمد لله انت شريف كاين في الرينكون كستيو خو وي انتم عندكم بلانات واعرين كتجبر شي حاجه دوريجين وي كتقول له شحال يقول لك 10 الدراهم ما راه خصها ثمن زعما غاليه 10 هو بقى المحلات وسلم قال المحلات اللي كيبيعوا الحوايج واللي اللي كيتعاونوا معنا باش نلبسوا مزيان فهمتي باش زوين سلام لهم كنسمعوا لهم الصباح في كاع المدن المغرب كامله غير هو حكي واحد السسبانس حيت دابا ديك البياسه كتكون دوريجين كتكون خارجه من لوزين ولا المهم كاين شي بلان حنا كنعرفوا شنو البلانات خدمتوا مع هذيك ولا شي ديفو ولا فيها شي حاجه غير هو كتكون بياسه واحده يعني فهمتي فاش كتمشي كتشوفها كتعجبك قبل ما تقيسها كتسمع في راسك
واش غادي تجي قدي ولا لا حيت الا ما جات قدي ما كاين لا كبر منها لا صغر منها هي الوحيد وانا وقعت لي شحال من مره على انه شريت حاجه صغيره عليا غير حيت عجبتني بزاف وكان ولا كبيره عليك شريتها كبيره ولكن ما كاين مشكل صافي الديانه ما كاين اش قطع لي شي جاكيطه مزيانه كتلبسها كتجي معك كنكبر فيها احنا كبيره كنمشيو نعدلو اذا لقيتيها كبيره كتفرح كتقول عندي عند الخياطه يعدل عليا تقول الدراري هذه شريتها خرجها من ليزين غير بالسبه ديالي سي فغي هو المهم فاش تلبس وانا هو كل تبن ودهن شوارك بالسمن ودوز على هذوك مصبن يعني لانه ماشي لا مارك المهمه ولكن هو تكون نقي هذا هو المهم طبعا جبت لك كل ما حبيتي الشكلاط والشيشه لبست لك اللي بغيتي كوستيم والطريبيشه المشيشه الله يعفو عليك الشيشه اه باوي حيدي ديك التغوبيشه وفرحي يا المشيشه شي حاجه اللي كتفرحك عماد بن عمر نتايا في الحياه ملي كندخل انستغرام ولا ملي كتدخل يوتيوب وكتشوف لي فيو طالعين ملي كتفيق الصباح هذا منه ملي كتلقى شي ميساج مؤخرا جبرت واحد الميساج ما نسيتوش حيت بزاف ديال الميساج كيجيوك كيتشابهوا ولكن واحد الميساج ما نسيتوش ودخلت عندي واحد البنت كتشكرني وداك الشيء قالت لي انا بالسبه هذه المشيشه تعرفت على الراجل ديالي ودابا حنايا تقريبا علينا نزوجوا وكيفاش لا دغيا وكيفاش قالت لي كنا جالسين في واحد الكافي بدات المشيشه هي شاف فيها شافت فيها وقع داك الشيء ديالو ما يدا اللهم بارك قالت لنا هي المشيشه صافي ان شاء الله تيجي واعره اللعيبه زوينه اغنيه بدات ونضى لها فلاش موب هذيك الساعه فهمتي وراني عشقتها من قلبي جامي نبدلها انت يا توجور في تخيل عليها شي قوه وي كانت كتكتب الشيشه كيصلوني فيديو وهي جالسه خرر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 ر
ندمانين عليها زعما ماشي ندمانين عليها ديك اللعبه كتقول بوكو ما غنيتهاش حيت هما براسهم يقولوا بوكو ما غني الناس ديك الشيشه كنا حاجه اخرى اش كانت باش تقدر تبدل تحلى معاك العيشه بلاتي لا جبت كل ما حبيتي جبت ليك انا كل ما حبيتي الشكلاط ومشي ميشا مشي ميشا شكلاط ومشي ميشا زعما مشماشه صغيره مزيان شكرا خميرة عرفتي بهاد الهضره قلتي دابا انت حتى شي مغني عمره ما غادي يعيط لك باش تكتبي معاه جامي عمر مشي ميشا شميشا زعما جبت لك الشمس تبيني جبت لك الشكلاط وشميشا شكلاط وشميشا جبت لك الشكلاط انا ما نكذبش عليك انا جاتني صعيبه نبدلها حيت جبت لك كل ما حبيتي شي حاجه فيها الشا ما جبرت حتى شي جبت لك الشكلاط وماطيشه سهله السيده عزيزه لها ماطيشه جبت لك كل ما حبيتي الشكلاط وماطيشه الشكلاط ماطيشه الشكلاط سافور ماطيشه نوفو برودوي ماروكان الشكلاط اجي الى لقيتوها كاينه تكون كاينه بس قولوا ماطيشه شي كاين وحده ما نقدرش نقولها ما صالحش ما صالحش عرفتي دازوا هذوك دازوا احنا عارفين احنا بلا ما نقولوا احنا راه فاهمين عارفين جبت لك الشكلاط والماطيشه ولا حاولت والو انت والو كاع قول انت اش والقميجه جات لك كل ما حبيتي شكلاط قميجه لا شويه طويله قميجه سا مارش با جات لك كل ما حبيتي شكلاط مطيشه وقلنا صاحبي كل ما حبيتي شكلاط البرهيشه انا يسبك الله عليك زعما حيت شمنا تقول قالتها بعدات من الميكرو وقالتها البرهيشه واخا جبت لك كل ما حبيتي شكلاطو ريشه وشنو؟ ريشه وريشه كنا نقدروا نزولوا تحت راسك كنا نقدروا نزولوا الشكلاط نعدلوا كونفيتور عيشه بلاتي جبت لك كل ما حبيتي شكلاطو انا بقيت لاصقه لي ماري شميشه الا تحيد الشكلاط مثلا جيب لك كل ما حبيتي الورد وشميشه كل ما حبيتي الشكلاط وغادي نلقاوها اليوم دير واحد القضيه تخيل معايا واحد القضيه تخيل معايا مزيان نعم حاتم جبت لك الشكلاط باش تعمري الكريشه واو بزاف عجبتك حنايس جبت لك كل ما حبيتي شكلاط باش تعمري الكريشه تخيلوا مثلا السؤال هذا سؤال صراحه محمد الشريف وعماد بن عمار لك القرار الان تخيلوا معايا انه وحنا المستمعين والمستمعات خطر مجهدين بزاف غادي يلقاوها كيلقاو الحوايج ما كنلقاوهمش يلقاو لك شكل ما زوينه اللي تجيك على كانتك واش مستعد تبدل الاغنيه صوتيا قلت صوتيا حيت ما قلتش فيديو كليبيا حيت فيديو كليبيا غيمشيو لك لي فيو اي سا سي با بيان تقدر تبدل تبدلهم فيت تبقى غنيها في كونسيرتوس في لي كونسير لا ما صوتيا انت في الراديو تاعي بدلو مرحبا لا تبدلها بصح تنبدلها راهي 035 300 300 جبت لك كل ما حبيتي شكلاطو جبت لك كل ما حبيتي شكلاطو مشيشة علاش ما بغيتي شي تجي اليوم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاطو وشنو 035 300 300 قال لك شكلاطو فخنيشه جبت لك كل ما حبيتي شكلاط فخنيشه بيان نوزن عماد نوزن وعندنا تكون معك ليكيب كاع غادي ندير معك كيستيونير ديال البدايات حيت دابا انت في البدايات انت في الوقيته اللي واحد كيبدا يلاه كيبدا دابا كيقلب كاع شويه ديال الاغاني خصو يدير باش تقاتل مرحله التقاتل نعم بالفعل وراك غنيتي اخويا وراك تغني من الاغاني اللي غنيتي بزاف انت
غنيتي بزاف غنيتي شي سيري بالنيه حبك نار قويه داوي خاوي وداوي خاوي انت دافع كبر علينا مش فينا منك فتا سمعنا قلت لينا راك يوصلوني داوي خاوي انت دافع كبر علينا حلمت بيك حلمت بيك بما نشوفك قصه طويله قصة طويلة جمعتنا الإنساني إنساني الإنساني عمري شخصيات شخصيات فيا مرة الأولى ومرة الثانية مرة غم باموس وفامو يلا معايا خلي لي أيام توري البدالة البدالة وخصك سالة بعدي بعدي والي الو خويا وصلني خويا واتساب ديالي محرك غادي نشوفوا فوالا الو اسمع مزيان يا لبشيشة جبت لك كل ما حبيتي الشكلاط والحريشه هذه من عند معتز ابو زوز اتفق على معتز ابو زوز سلام خويا مريم قالت لك جبت لك الشكلاط والدشيشه الشيشه لا الدشيشه الشيشه راه الشيشه ديال ديال الصباح علي قال لك جبت لك كل ما بيتي شكلاط وتوفيطا بعد شوي علي بعد شوي بعد لا بعد من الموسيقى بعد 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 من الكلمات عالية بعد شكون اخر شكلاط يا مشيشه وراه هي مشيشه ويجيب لها الشكلاط ويقول لها عاوتاني مشيشه وغادي نلقاو غادي نلقاو ممكن الناس كيعيطوا بزاف يتكلموا معك عماد اخويا الكليب الكليب بيان الكليب توب الكليب اخويا سي بون تحيه لرضوان اقل اللي صور الكليب تحيه بلال كامل بلال برود كاملين خدموا معنا صلاح كلشي الحمد لله وتحيه للبنت اللي معك في الكليب وي ام كريم تحيه ليها حتى هي كنسلموا عليها وبزاف الناس خدموا معها تشوف شي فيها انا مش نشوف شي فيك انا مزوج راح هذه الهضره عليك انت فراسك دغل انت دابا هذه بحال الصباح هضر على هضر على الصباح ديال 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 القانون نطالب نعم بقانون تقلاب التليفونات في الازواج نعم الله يخليكم هل يمكن ان نناقش هذا الموضوع هذا الصباح نعم الله يجزيكم بالخير قانون تقلاب التليفون في الازواج وما رايكم في هذا الموضوع ما رايك انت عماد مع شنو مع انك تفتش التليفون والله ويلي الراجل ما كيتحكمش لا بلاتي واش مع انت تفتش وهي تفتش ولا غير انت تفتش هي ما تفتش هي تفتش ولا ما تفتش هي ماشي بمعنى تفتش يعني عادي تكون مراتك عارفه الكود التليفون تاخذه عادي حتى انت نفس الشيء ماشي زعما قاصد انك تمشي تفتش فهمتي لا ماشي كل نهار كتدخل مع السبعه كتقول لها اه التليفون كونترول اجينا هذيك الثقه كتكون ما كاينش تقص بحال شي ديوانه اجينتي تفضل تفضل راك التليفون زيد بدلتي الكود اسمح لي ما ادخليش اليوم تخيل معايا القضيه هذه قانون تقلب التليفون اللي يقلبوا الازواج التليفون ولا الزوجات التليفون للزوج ديالهم ولا الزوج للزوجه ديالو في الدخله ديال الدار يجلس يدير بيرو ويلي والله كاين اللي عنده هذا الشيء وكاين اللي طلق بسبب هذا الشيء ما هو بزاف علاش قلبتي لي في تليفوني ولا خليني ندخل دابا نشوف لا 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 ايوا صافي صافي فينيش انت علاش غادي تقول لي لا الا قلت كنقلب تليفونك الا هو فيه شي حوايج نورمالمون غادي يضروا الخصوصيه ديالك لا هو خصوصيات وين الا هضرنا بصراحه يعني كاين شي حوايج ما بغيتيهمش تشوفها ما كاين لا خصوصيه دابا المشكل كيوقع شنو هو دابا انت 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 عندك علاقه دابا انت يعني اون كوبل فهمتي اي كتهضر مع شي بنت ياك وانت عارف ديك البنت كتعصب هذيك البنت اللي انت معاها كتعصبها واخا انت ما عندك معاها والو ولكن كتعصبها غير كتشوف سميتها ولا كتشوفها شي بلاصه هي ديك خيتي عندك السينما ديال العين خيتي هذيك كتعجبك ها كتعجبك ها كتعجبك ها بحال ما عاد تقول لها كتعجبني راه السي ما يمكنش هادي لا لا راه ما يمكنش يقول لك راجلك كتعجبني والله ما كتعجبني لا وانت شكون كيعجبك انت يا انت حبيبه شكون كيعجبك شكون حبيبه دونك انت اش كدير كتهضر مع البنت صديقه ديالك كتهضر معاك صافا بخير بون انيفيرسير صحيح في الاخر الاخرى كتصيفط عليك داك ليموجي اللي فيه القليبات ها المشكل ها المشكل ها المشاكل بداو باغاميتي وين وين دونك اش كدير بلاتي اش كدير انت بلاتي كتمسح لا كونفرساسيون ها المشكل الثاني ها المشكل الثاني هي كتشوف انك مش مسحتي لا كونفرساسيون علاش حيت هي قلبات التليفون قبل
ولقات كشفت حنا فيه بونجور بونجور صافا 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 صافي شافتها دوكي كتقلب باش تشوف واش ديك ها 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 هو 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 ولات هي 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 كاين هذا فاش كتجي تقلب مشكله هي هي كتلقى الكونفرساسيون مشات دوك ديك الساعه كتوقع المشكل انت كتبقى الخيال تيخدم انت كتمسحها علاش كتمسحها باش زعما تصاوب ترونكي زعما ما تبقاش تقول لك تايا هضرتي معاه هذا ماشي ولكن هي الصراحه خصها تكون واحد الثقه متبادله فهمتي معلوم وبنادم يعمل عقله نورمال فهمتيني كيفاش معلوم ولكن التقلاب خصو يكون هذا القانون قانون 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 تقلاب التليفونات مع في الازواج عندي اقتراحات اخ عماد بن عمر قلنا على انه غادي نبدلوا هذه ديال الشيشة علاش ما بغيتي شي تجي اليوم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والشيشة لبست لك اللي بغيتي كوستيم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وكبيشة هذه تلعي الكبير دي دابا خصو عيد الكبير دابا خصو ميرسي شكرا مريمه واخا بلاتي شكلاط شنو هادي شكلاط بلاتي جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والكيكا جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وعويشه جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وفريميجا جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والتكشيطه با مال ما كاين تقرب جبالك انت في الحطه الوزن الوزن الشكلاط والتكشيطه طويله طويله دوماج جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وقميجه يعني كنا قبيله صحه جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وخبيزه جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وخبيزه سي لا فاريونت جبت لك كل ما حبيتي شكلاط ومسيكا جبت لك كل ما حبيتي هذه زوينه جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وطوموبيل جديده دخل في الكوبلاتي جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وطوموبيل جديده بلا كرباطيه امبورتينوف توا بانوراميك كوير انتيريور كوير طابا كوير طابا لقي يشونت لا فواتور كوم كوا صعيب تلقى شي كلمه صعيب فكرنا فيها صعيب فكرنا فيها صراحه اي اي سي ديفيسيل تري تري ديفيسيل بغيت تكونوا معاك الناس عيطوا 035 300 نهضروا مع عماد بن عمر غادي نديروا كيسيونير ديال البدايات دابا شويه انت من بعد فاموس صافا انت فرحان اش بك الحال الحمد لله بخير الحمد لله كاين نسق تصاعدي كيف ما كنقولوا الحمد لله من ناحيه الانستغرام من ناحيه الاغاني ديالي شحال رجعوا كيطلعوا دابا شحال لاباج فيسبوك الحمد لله بخير كلشي مزيان اخويا سي تري بيان الحمد لله ماشي سي بون اخويا غنيتي في مع السرحاني في كازا تلقيت تما كنت غنيت معاه كومبلكس محمد الخامس كي دازت انت ما درتيش دابا لا سين ما تبغي دير لا سين بزاف لا سين شفت فيك نهار مشيتي واحد عجبني الحال درتي فين في العريش في العريش العريش ورا في العريش العريش تري بيان تري تري بون الحمد لله دازت مزيان الناس العريش استقبلونا مزيان حتى في كازا ما كانوش يعرفيني غادي نكون حيت حنا تفاهمنا مع لورغانيزاسيون ديالهم وداك الشيء تفاهمنا حتى الاخر مزيان دونك ما كناش في لي فلاير وداك الشيء كلشي كاع شوف كاع الاغلبيه ديال لي زيفينمون في المغرب حتى الاخر اغلبيه لي زيفينمون كاع داك اللي غيدير لي زيفينمون ما كتشوف خبار حتى كي حتى الاخر عاد كي عاد كتشوف خبار هي كاع هادي شي كيوقع هذا كي عاد كتقول بغيتك دابا فين انت فين انت دابا بنشوفك دابا نهضروا دابا كلشي دابا دابا صوري دابا صوري صوري عندنا الوي الو بما انك تقول لي الوي بونجور سافا ايكوت واي جيسبر تو جو ديرونج با باسكو سي دي ميك كي تابيل توجور كوم سا دو ماركتينغ تو واي ايكوت سوبر ايكوت جون ا بيزون دو توا بور تا بريستاسيون ارتستيك بور دومان كوم سا واي دومان الوغ لو ميك سكينون فاش كيعيطوا لك هاد الناس كيعيطوا لك قبل باش كتعرفهم انتوما كتعرفهم فاش كيعيطوا لك هذاك كيقول لك وي جي دابا دابا جي دابا جيبو دابا يلاه جيبو دابا الي الو وي باردون ديزولي جيتي اونطرا باغ مون اسيستون الو وي ايكوت واي سافا سوبر توا بيان ايكوت اون تو فو بور دومان واي الوغ بور لو كاشي سي كومبيان
ويلي اخويا وتما انا معيطي لمايكل جاكسون صاحبي ولا شنو هو كاع كتوصل الفلوس كتبدل لا فاصون دلا اخويا بزاف هادشي نتوما يعقشوا لك الفنانين المغاربه هبطوا معنا للضضاء ولا شحال طلب لكم شحال ويلي راه كان في عمو نعيط ليه كعيد تفهم العائلة باش ينيغوسي معاك مرحبا كاع الناس كاملين مرحبا بعماد عماري محمد شريف الصباح الشيشة علاش ما بغيتي شي تجي اليوم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكراتو دينا لينا شكراتو وكليبة ولا في غادي تجري ديك الساعه هي غادي تجري هي مشيشه وهي اخرى كليبه من هذه لينا هضري مع عماد الو وي بونجور بونجور صافا لينا صافا الحمد لله فرحنا بزاف اللي هضرت معاك اليوم انا راه خلوق وترابي ديال تيتوان مرحبا دونك تيتوانيه ابن عنجد ديالكم ولكن عايشة في الرباط دوبي 14 عام maintenant تبارك الله ولكن عندي واحد الغيرة كبيرة كبيرة كيساسوا على تيتوانيين ولا المغاربة اون جينيرال لا شونسون اي تري بيل الله يعاونك الله يسهل عليك ولكن كلمة ديال المشيشة زوينة مي الكلمة ديال الشيشة ماشي زوينة قلتي شحال انا شكرا ما قلتي شحال انا قلتي علاش الشيشة اصلا ماشي في ثقافتنا احنا المغاربة كلهم هي ثقافة شرقية مصر سوريا لبنان دونك شي حاجة ما كتنتميش للثقافة ديالنا ما نعملوهاش في الأردن ماشي هكذاك واحد القضية كلمة الشيشة لينا كلمة شوية قاسها يعني فوالا فيها اون انتيت بوغ لا فام دابا شوف بحال شي يقول لك شي واحد لا في لي با بيان سي فايت شوف واحد القضية هو الكلمة فاش كتنطق كاين شي كلمات حنا في الدارجة كنسمعوهم بحال هكذا ما كيضبرسطوك كي فهمتي بحال دابا الشيشة بحال محشش سمعت وسي انكور بيغ محشش سي انكور بيغ فهمتيني ولا الحشيش سي الكلمه عارفين المعنى ديالها عارفين ولكن واخا تقدر كاع تستعمل في 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 كونتكست وسيرتو كيهضر على اون في على لاموغ ديالو كوميم غيقول لها الشيشه راه طيح من قيمتها واخا لينا حنا خدامين كنقلبوا اختي سولناك انت قلت لنا كليبه شكرا بزاف عاونتينا بزاف بلاتي قلتها المشيشة علاش ما بغيتي شاتي اليوم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاط وكانيشة فوالا ميرسي شي عاونتينا لينا شي عاونتينا هو كانيشة كانيشة بون جورني ميرسي ا توا ميرسي لينا و ان سبيسيال كوكو بوغ انايس جلادور جلادور الو مومو صباح حمزه بخير صباح لاباس بخير شخبارك اخويا هذا الحمد لله الله يحفظك مرحبا تهضر مع عماد والعمار ضروري انا بعدا لقيت لكم هذيك الكلمه تقلبوا عليها من الصباح قول 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 علي قول جبت لي كلمه حبيتي الشوكولاته التقرميشه جبت لك شنو حبيتي الشوكولاته التقرميشه قرميت صافي ديال لاكاج و بيستاج داكشي تاع تقيوتات اللوز قرميته قال داكشي اللي كيقرمش في الفم في الفم مزيان اخويا مزيان اخويا حمزه بغيت نهضر مع عماد بان عماد عماد صباح الخير صباح النور اخي حمزه صافا صافا بخير كلشي مزيان حافظك كلشي بخير المهم بغيت نشكرك على واحد الحاجه درتيها اللي ما قدرتش يديرها شي واحد من غيرك اللي هي انك غنيتي واحد الاغنيه تاع واحد الفنان اللي باقيين تيغنيو الصماير باقيين تيغنيو قدرتي تاخذ الاغنيه ديالهم قدرتي تاخذ لوتوريزاسيون اللي بواحد الطريقه اللي بروفيسيونيل شكرا بزاف انك خليتنا نسمع هاد المشيشه وحنا سمعناه حنا صغار وعاودنا سمعناه حنا كبار بونكوراج اخويا الله يستر لك شكرا بزاف شكرا اخي حمزه شكرا شكرا اخويا حمزه شكرا لاباسك بزاف اخويا حمزه شكرا نورا الو السلام عليكم وعليكم السلام جبت لك كل ما حبيتي
والمعيزه. ها المعيزه والمعيزه. شكرا معيزه. شويه بعيد بعيد. عمر ما شفت واحد جاب شي وحده معيزه انا محيتها كامله وانا عمري ما ديت شي وحده شي معيزه. تصور معايا شي واحد جاي شي وحده ايكوت شيري سي لا بروميير فوا كون فوار اول مره نتلاقى انا معاك وجبت لك معايا معيزه. انفع على العيد الكبير. العيد الكبير. نور هضري مع عماد. السلام عماد. اهلا نورة صافا عليك. صافا الحمد لله انا من المعجبين ديالك بزاف. اهلا خطيب. وتبارك الله عليك بزاف وجميع الاغاني ديالك كنسمع اليوم بحال البتالة بحال حلمت بيك بحال المشيشة. اهلا خطيب شكرا. تبارك الله عليك زعما الاغاني ديالك كلهم زوينين وشكرا بزاف زعما ديما كتمتعنا بالجديد. الله يبارك فيك خصوصا المشيشه تبارك الله عليك بزاف وبزاف وبزاف وشكرا مومو اللي كي ديما كيجيب لينا مرحبا مرحبا الفنانين ديالنا كنسمعوهم وتبارك الله عليك تبارك الله عليك شكرا بزاف شكرا جد هذيك السؤال الفنان ديالنا كيفاش فرق الفنان ديالنا الله يوفقك اخويا عماد الله يوفقك ان شاء الله بزاف لالي خطيب الله يسترك الامور كامله شكرا مرحبا اهلا 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 مرحبا مرحبا اهلا مرحبا مرحبا الفنان ديالنا اهلا سي عماد شكرا مسي بخير الفنان ديالنا تفضل مرحبا الفنان ديالنا والفنان ديالنا حاتم تا هو الفنان ديالنا الله يبارك فيك كيداير الفنان ديالنا كيداير الفنان بخير كلشي لاباس بخير الحمد لله شحال كتخدموا نتوما يعني بين شي حاجه نديروا شويه واش دابا واش دابا كيكبروا بكم حنا الفنان ديالنا الفنان ديالنا كيديروا معنا التعاون وحنا مغاربه بيناتنا حتى تمشوا الامارات غطلبوا هاد الاسمين هادي اصاحبي الفنان ديالنا الفنان ديالنا اخبارك كاين سبحان الله بعض الناس اللي كيتسيفوا كتقول له بالثمن دير راه كنعرفهم انا كيتسيفوا كيولي يتشطر معاك بحال غيشري كيلو بطيشه من السوق والله العظيم وبلوس كيهضر معاك انت هو الفنان انت هو اللي كت لا بزاف ولا ولا سمح لي بزاف كبدي فهمتي الحامض محمد خي مومو المذيع ديالنا الله يحفظك اخويا لاباس عليك كلشي مزيان عيون تقلاب التليفون عند الازواج مسموح به مسموح به غاتكلموا عليها غاتكلموا عليها غدا واخا قول لي اخويا الوغ عيط لك السي المذيع ديالنا عيط لك على قبل كلمه الشيشه بعدا الاولى ياك لقيت بلاصتها شنو نعمل يلا يلا جبت الرفيسه جبت لك كل ما حبيت الشكلاط والرفيسه يا عادي يا رفيسه جات كلماتيا مزيانه ولكن معناتيا وهي هذيك باش يعملوا بها الاسبوع من الزواج للاسبوع يعملوا الرفيسه شكرا اخويا شكرا سي محمد هضر معايا وبغيت نسلم على السي عماد لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله اخي محمد سينا مزيان انا فرحان بكم انا اصلي من طنجه وزاديت في الدار البيضاء بحق اصلي من طنجه الوالدين ديالي بجوج من طنجه وكيعجبني الحال ملي كنشوف فنانين من الشمال اللي طالعين مزيان والحمد لله بديتي بالاغنيه الاولى ديالك فاموس هي اللي عرفناك بها زدتي الثانيه حتى هي اغنيه مزيانه فيها كلمات ولحن مزيان وغادي ماشي مزيان بالاغنيه الشبابيه وتبارك الله عليك زعما لا لا خطيك اخويا شكرا بزاف شكرا سي محمد اخويا تبارك الله عليك بزاف مومو فراسك تسلم على كل شيء الله يعاونك تبارك الله عليك يحفظك اخويا الاغنيه هي هذه مشيشه علاش ما بغيتي شيء تجي اليوم يا المشيشه جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والشيشه لبست لك اللي بغيتي كوستيم وطريبيشه حيد ايدك تغوبيشه فرحي المشيشه معنا مشيشه ديال بصح تشوفوا في الفيديو كاينه مشيشه ديال بصح اللي هي مشيشه ديال الراديو معنا هنايا كتاكل هنايا كتسرك هنايا كتدخل كتخرج صوبنا لها داك الشيء ديال البوانتاج ديال عقب الصباع سا با مارشي لي بات ما خدموشنا في لي زومبخانت هادو اللي كاين غادي نديرو غنتكلمو معاك ليكيب من دابا شويه غادي نهضرو مع دابا من بعد نديرو كيسيونير بيديات ونديرو لافيرسيون لايف الصباح ديال يا لبشيشه وما تعرف مازال ما لقيناهاش تخيل معايا القضيه هادي شنو صعيبه مازال ما لقيناهاش الرومبلاسمون ديال وي انت اش غادي تخليها جبت لك كل ما حبيتي شكلاطو لا ماشي شكلاطو اي ان تكون معايا انايس انا كنحيي عماد بن عمر على واحد الحاجه سي كنشوفوا انه جبد واحد الغنه
الوطنيه اللي هي كانت قديمه ولكن ناجحه صافي دير كو لعب لاكارت ديال لا سيكوريتي باسكو يلاه بديتو كنعرفوا الفنانه ملي كيبغيو يبداو كيبغيو يديروا دي ريسك ويثبتوا ذاتهم زعما راه انا فوالا كاين راني موجود هذا ولكن لعبتي بان كارت دو سيكوريتي اون شانسون اللي كانت ديجا ناجحه وشفت لو كليب حتى هو فهمتي سي اون فالور سور كلشي غادي يفهموا النهايه ديال زعما الافلام المغربيه اون جينيرال كيكون كيحلم وداكشي كله دونك فهمتي كلشي هادشي سي لا سيكوريتي مي اون ميم طون سي ان ريسك باسكو ما كنتيش عارف واش فناير غادي فاليدي ولا لا وما عرفتيش حتى ديك الكلمه ديال الشيشه واش غادي في دابا ضد التدخين وداكشي وهذا دونك سي كو ميم ان تي بو ريسك مغني ما خدتش وزاره الصحه ولكن كو ميم يفو بروندر اون كونسيديراسيون ديك كلمه الشيشه بحال اللي قالوا الناس راه كو ميم بالبلات هذا هضرنا بزاف على الحوايج بالبلات توت سويت دي كتستعمليش كلمات بالبلات وخات الناس زعما خلقات شويه الهضره على ديك الشيشه دات لهم الدخان الوغ هضرنا على الحوايج الله يخليك راه حنا فهمتي ديرني تريك هضرنا على الحوايج فكرتيني بحال هذاك الوليد اللي كيكون بدا كيكبر وكيمشي للماريو ديال بابا وكيجبد ان كوستيم كيجي يقدو كيقدو على 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 ذوقه وكيزيد يجدو بحال هكا اكزاكتومون تي لي دوني ان اوتر لوك ان اوتر ستيل ولكن بقينا كنعقلوا على لا شونسون القديمه تبارك الله عليك شكرا بزاف يعني هذا الكلام كيحفز الفنان اللي حاضر معنا اليوم في البرنامج شكرا لك على هذه الكلمه هذه ما تبقاش طولي اخر مره بقيت طولي واخا غير فوالا حيت كتحس فيك ما عارفاش فين غادا فهمتي لا كتحس فيك كزري دايره بحال الظلام فهمتي غير غادا فهمتي ما حجيم عماد بن عمر بزاف الناس عرفوه بأغنية فاموس اللي دارها زهير بهاوي ولكن تارك بينتينا بأن راه عنده اون كارير تبارك الله طويلة بهاد الأغاني اللي سمعتينا قبيلة في الكشكول الغنائي دونك كيفاش نقولوا للناس بأن راه ما كاينش اللي تيجي من النهار لا غد ليه وتيوصل إلا وراه كاينة واحد الخدمة قبل واخا حنا ما كناش تنشوفوها فاموس ان فغي سوكسي يعني صعيب انك ترجع موراها بواحد الاغنيه انا يس هضرت على لا سيكوريتي انا بالنسبه لي سي ان غران ريسك انك تاخذ واحد الاغنيه ديال واحد لو جروب واللي ديجا خدمات وحيات اللي صعيب شنو هو بيان سور انك خصك دير اما احسن منها ولا مختلفه عليها واني مازال فيها واحد شي حاجه اللي هي زوينه دونك لو ريسك هو هذاك يعني ما سهلاش دير اون ريبريز كونتريرمون سكو بونس لي جون فهمتي حيت ديك الاغنيه تيلمون تراسيه في بال الناس يعني تبدل منها شي حاجه تقدر ديرونجي دونك هما داروها بواحد الطريقه اللي هي زوينه وسا بيرمي انهم يلعبوا واحد الدور ديال قنطره ما بين لي جينيراسيون يعني شحال ديال الناس ما عارفينش هاد الاغاني ديال الفناير كاين اللي يعرفوا الفناير غير بنقول مالي مثلا الوغ سي دي جون اللي عندهم اون كارير اللي هي طويله بزاف انا تنظن الفناير يعني ما كان عليهم الا يقولوا ويفاليديو علاش حيت اللي دار الاغنيه والاغنيه كيش دارت داروها دي جون اللي هما تالونتيو يعني حطيتوها في واحد الديكور اللي هو زوين سيغمون كون ما كانش زوينه غادي يقولوا لكم لا يعني ما فاليداو الا والاغنيه ناجحه وعجبت الناس اللي صوبوها ممكن لا الا تعجب الناس اللي غادي يسمعوها تبارك الله عليك توفيق ان شاء الله شكرا بزاف الله يكون بخير اخويا مزيان هادشي مزيان لمياء عماد بن عمر وموهبه شابه غداو كتثبت نفسها اغنيه بعد اغنيه الاغنيه الثانيه سي فري كو انا بقيت كنتسائل علاش بالضبط الفناير وعلاش بالضبط هذه الاغنيه ديال مشيشة ربما كاين رصيد طويل وكبير عند الفناير كنت تقدروا تخسروا زعما اغنيه اخرى حتى هي ناجحه وحتى هي لقات نفس النجاح بلا ما تطيح في هذا التساؤل ديال حقا واش كان عليا نقول شيشه ما نقولهاش انت بيدك انت في خاطرك كتقول ما عادش غادي تمشي ولا ما غاديش تمشيش ما تكونش مرتاح زعما احسن تاخذ واحد القا واحد لا زون دو كونفور باش تكون متاكد ولكن فينالمون ولو اي حاجه عندك كتلقى انتقاد ولو غادي تكون منتقده راه الا عندها واحد الصيت وديجا واحد الكلمه اللي بغيت نوقف عليها شويه ملي كيقولوا الناس كيعيطوا يقول لك الفنان ديالنا هذا كياكد على شنو ان الفنان ملي كيدير شي اغنيه ولا كيدير شي عمل راه ما كيبقاش الملك ديالو هو طبعا. وهو بيدو ما كيبقاش ملك لراسو كيولي ملك الجمهور اللي هو اللي كيحكم اللي هو اللي كيقبل اللي هو اللي كينتقد واللي هو كيكون هو اللي كينجح كاين شي وحنا كيكونوا غالطين كيقول لك لا راه حنا ناجحين ولكن ما يمكنش تكون ناجح بلا جمهور حتى الجمهور الا قال لك هذه راه مزيانه راه خصك تاخذها بعين الاعتبار لانه هو اللي غادي يزيد مثلا هو اللي غادي يزيد في لي فيو هو اللي غيجي عندك لي كونسير هو اللي غادي يعيط لك ملي تكون حاضر في شي اذاعه وفي نفس الوقت غادي يشجعك الا كان شي حاجه مثلا مزيانه غادي يزيد ما يمكن له الا يزيدك القدام عماد مازال في البداية ديالك سير مازال خدم كثار وان شاء الله غادي نسمعوا لك ان شاء الله حاجه زوينه الله يخليك شكرا بزاف شكرا لك شكرا
كنقلب كنت كنقلب هي كهضر ما كنقلب شكلاط وطماطيش شكلاط وبتيتا وشكلاط كاينه كاينه واحد الكلمه جايه مع مشيشه هي خبيشه واني ما كاين شكلاط وما جاتش شكلاط كاين وحده فكرتها ولكن ماشي بزاف هادشي الشريفه اش عطا الله والسوق اخويا اش نقول لك هادشي اللي كاين ما كاين مشكل حيت هي عندها خدامين واحد الناس عندها خدامين ديال الرقابه من فوق دابا لقيت الغداء عندهم اللي عندها في الراس عرفتي حيت حنا كاملين عندنا في المخ ديالنا عندنا صحاب الرقابه اللي كيكون واقف بحال اجي نجيب غدا كلام كيو اجي نجيب غدا شريف رجع ليه السيد ما كانش عندها اليوم خرجات شريفة جا مراقبة رجعت بها قال لها واش دابا تخدم شكون اللي خرج شريفة شكون شكون خرج بسرعة هادي باش نتا انا خرج تجي لك وما تعرف في اللايف دابا تخرج لك تخيل ما شي حاجة دار ما دار شوف سبحان الله العظيم فوالا شوف المفكر كتب المفكر فوالا كتب شكلاط ودجيجة لا الوقت كامل هادشي هذا وقت كامل خويا ودي واخا شاو شاو واخا اسمع واخا اسمع كلشي في الكلام يا والو زعما كلشي كلشي في هذيك شوف واحد كيكون كيخمم كلشي في ديك بحال هو كيتنغز وما كتعطي والو صدر غير يا غير شوف كاين شكلاط ودجيشه وشكلاط هو هي على طرف لساني كاينه هي خاص تكون شكلاط بشي حاجه ماشي شكلاط وشي حاجه شكلاط بشي حاجه شكلاط باش شكلاط باللويزه فهمتي زعما ولا باللوز فهمتي شكلاط ديال مومينا دابا نلقاو ما كاين مشكل كاين اقتراحات هناك اقتراحات في ستوندار غادي معاك كيسونير بدايه عماد واسمح لنا اخويا راه ماشي راه الله يا اخي صراحه كنهضر معك صراحه زعما انت ما ها بالعكس انت الحين انت كنتي كتخمم في هذه القضيه ضروري طبعا انت تخمم في فيها انا في حالي في حال الناس اللي كيسمعوا ما معلوم ومحمد الشبقي قال غنى صوت انا قال لك غنى على حسابي غنى راه ما يتقلقوش انت غني الشيشه ما يتقلقوش الفنار ما يتقلقوش حيت غنيتي اغنيه ديالهم وانت الناس ما يتقلقوش انت غنى على حسابي غنى كيقول لي طريقك خضره غنمشي طريقك خضره دائما كيقول لي خليتينا طريقك خضراء غنمشي واخا خويا كيسوني على البدايات حيت دابا انت في البدايات وانت بديتي شحال هادي ولكن باقي في البدايات باقي مرحله ديال البدايات اللي هي مرحله زوينه هي مرحله اللي خاص الواحد يبقى يعقل عليها مزيان ويعقل على كاع التفاصيل ديال البدايات حيت هذه المرحله هذه اللي هي كتلعب لك على الاغلبيه ديال المسيره ديالك فهمتي طبعا طريق خضراء ديما الحمد لله اصعب ما في البدايات بالنسبه لك عماد اصعب ما في البدايات هي كتكون ما كاينش ديك الثقه بينك وبين الناس اللي معاك الناس اللي ما كيتيقوش فيك بزاف حتى كيبداو يشوفوا شنو كتعمل كيبداو يشوفوا الناس بداو كيعجبوا داك الشيء ديالك عاد كيبداو يثقوا فيك وناحيه الاستوديو ناحيه بزاف ديال الحوايج ما كانوش عندنا حنا في تطوان الاستوديو ثقل علينا حتى باش تحرك شويه انا كنت يلا كما تقرايا ما خدام ما والو فهمتي كنت شويه صعيب حتى ماديا صعيبه كاين بزاف الحوايج حتى ماديا طبعا بزاف الحوايج صعيبه ولكن عادي جدا انا والناس كتمشي تشوفهم ولا كيهضر عليك انت شي واحد وكيقول لك الا ما كنعرفوش الا ما شافوش في يوتيوب الا ما شافوش خارج ليه في كاع البلايص ما غيعرفوش ما هذه البدايات هذه عادي جدا خصك تبين لي خصك ضروري خصك تسول خصك تسقسيك الحاجه اللي عجبك في البدايات عماد بن عمر الحاجه اللي مزيانه في البدايات هي كتقدر تجرب بزاف د الحوايج ماشي بحال مثلا ملي كتكون معروف كتكون اذا جربتي بدلتي كتريسكي بلاك ريغ ديالك دونك في البدايات بحال ولد صغير عندك الحق تعمل شي حاجات اللي ما كاينه اخويا كاينه القضيه وي بيان سور بادي يعني يمكن لو تيستي بزاف ما عليكش بزاف ما عليكش الضغط كيفما كيقولش عليك ديك الضغط كبير بزاف درتي شي اغنيه ونجحت بزاف ولا كاريير غنيتي بزاف واحد الوقيته كتولي هاد كلشي صعيب دابا هادشي اللي زوين في الفن هو هاد الصعوبه اللي من الاول حتى الاخر ما كاينش السهوليه اشاك فوا تبدا ازيرو اللي واصل كل اغنيه راك الجديده قد ما زدتي قد ما كتصعب القضيه كما واش غندير اش غادي نعزل كيفاش غندير كيفاش غن احلام البدايات الحلم اللي كتفكر فيه عماد الحلم ديال البدايات من البدايات وانا كنحلم نكون معروف نوصل الاحساس ديالي للناس كاملين
لي شونسون ديالي يعني داكشي انا داكشي كنخرجو من قلبي ماشي زعما كنغني هكذا وصافي حيت ديجا انا كيعجبني الغناء من الصغر خلقت استجبرت الغناء داكشي كيعجبني دونك كنعبر على شي حاجه بالداخل ديالي كنفرغ الطاقه ديالي دونك مزيان كنتمنى داكشي اللي كنغنيه يوصل للناس كثار ان شاء الله خويا كيف ما انا كنبغيو ان شاء الله خويا نصيحه البدايات اللي تعطيها للناس اللي يلاه بادين يلاه بادين في اي دومين الغناء ولا الحياه ولا الخدمه ولا شنو النصيحه الصبر خصك صبر الصبر وتخدم وما تقولش هنا يعني وقف حيت انا جاتني شي اوقات كنقول صافي داكشي كتجي واحد الوقت كتبقى تقول صافي بارك عليا خصني نحبس كلشي قال هادي كتضرب في الخوه فهمتي في الاوقات العصيبه في الوقت اللي ما كيكون حتى واحد كتخمم فيها اخويا صح بزاف كتخمم لانه واش كتقول نحبس هادشي وكاين بزاف اللي حبس كاين بزاف الناس اللي حبسوا طبعا اللي كانوا كيحلموا يوليو فنانين ومغنيين في الراب في الموسيقى في كلشي بزاف لي دومين يحبسوا حيت واحد الوقيته كتلقى راسك بون شنو ندير دابا نمشي نخدم كبرا شي خدمه اللي نخدم بها ونعيش بها وندير بها عائله ولا بقى مغامر فاش كتشوف ان المغامره صعيبه بزاف دابا كتسخر اللور ولكن كنسلم على كاع الناس هذو اللي عندهم كانوا باغيين يحلموا لو فنانة كيبقى فيهم داك الشيء الفن كيبقى فيهم الحياه كامله دائما دائما واخا ما معروفينش واخا ما مشهورينش هو مع راسه هو فنان كيدير الفن ديالو كيغني كيدير المسائل ديالو وهذه المزيانه وكنسلم عليهم كنصفقوا ويا انا مشيشه علاش ما بغيتيش تجي اليوم يا المشيشه جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والشيشه لبست لك اللي اش من نظر اللقطه ملي كتشوف النتيجه الويد ديالك كيشوف لك النتيجه 4-3 كنقلبوا على نروبلاسيو كلمه الشيشه وصلني وصلني الاقتراحات ديالكم شكرا لكم بزاف 035 300 300 وبحال الا جبت لي الورقه ديال النتيجه اقتراحات كاينين قراو شويه تبوريشه ما كايناش تبوريشه تما تبوريشه قرا قرا هادشي ما كاين ماشي نهضر شنو الاولى الشكلاط ود الشيشه الشكلاط في خنيشه فامال احتفظوا بها صافي هذه وحده زوينه واخا القافيه ماشي بحالها وين واقيلا زوينه الشكلاط وريضه دير دير لها الشكروات الشكروات الشكلاط في خنيشه خنيشات يلا هذه الشكلاط والشريحه الشريحة مشكل الشريحة مشكل لا ماشي كنا لكم عيطوا لينا قمت تعيطوا الشكلاط والريحة هذه الريحة تعني يعني ريحتها ماشي يعني ما كاينة ياك الشكلاط وطع الريجة هذه معناتها والو معناتها حتى شي حاجة تكون خدامة ثم لا ما معناتها والو كاع عمر شي واحد جاب شي شكلاط وطريجة شي وحدة سبا نورمال شكلاط والفيزا والله بغا يديها شهر عسل نو شكلاط والكيكة اجي واش حنا فين جالسين دابا حنا واش حنا تسدري غني ولا اش غادي يدير شكلاط والكيكة لا شكلاط وحريشة شكلاط وحريشة لا لا ما خدامهاش هادو هما الاقتراحات اشي كاين لو بارون نوكي سي بون ايوا ايوا اذا ما غنبدلوش اغنيه هادشي اللي كاين غادي تغنيها نورمال وغادي ما غنبدلوهاش مشكل انت محمد الشريف ارتحيتي من الناحيه اش قلت لكم قبيله وانتم جالسين قميجه الشكلاط هذا مسكين مول شكون هي الوحده اللي زعما هي خنيشة شكلاط في خنيشة شكلاط ما كاينش شكلاط في خنيشة سا دي با ما كنسمعش هاد القضية رمية عندها واحد عندها وحده قيدتي وحده قيدت درويشة قيدها حاتم كريشة ريشة شكلاط وريشة شكلاط وريشة واخا دابا راه الشكلاط هي اللي تتعقد الامور دابا الا بغيتي تبدلها خصك تبدل الجمله كامله سي فاي تعاود تبنيها من الاول وي فاش المعنى كيتبدل جبت لك كل ما حبيتي زعما كوني ظريفه معايا علاش هاد الخبيشه ولا ما بغيتش كاين شي حاجه لا انا درويش وانت درويشه
قميشة بركة من يا المشيشة علاش ما بغيتي تجي اليوم يا المشيشة كل فوالا واش كاين البرد فيك تبوريشة اسمح لينا بزاف والعائلة خويا عماد اسمه سماحة نطلب السماح نيابة على الجميع نيابة على كل شيء اسمح لنا خويا عماد الله يكون بالخير اخويا شكرا محمد الشريف شكرا عماد شكرا عماد بن عمر وشكرا لصديق الطفولة ونشكرو كنشكر بزاف ماروكينو برودكسيون اللي واقف معايا وكيف ما قلتي ديك الصعوبة ديال البدايات نعم هو الحمد لله دابا هو خاي وصاحبي وحنا دونك حنا بيناتنا خدمه ولكن هو كيبقى فحال صاحبي وخاي وكيتعاون معايا وحتى هو كيعاوني باش انني نتخطى داكشي اللي كيكون في البدايه مزيان اخويا الله يكمل بالخير خدام ليه وبغيت نشكر نعاود من جديد فناير باش يسمحوا لنا نخرج الاغنيه وبغيت نشكر اللي شاركوا معايا في الكتابه والتلحين ديال الاغنيه اسماعيل سيراج نعمان بالعياشي وواحد الولد اسمه منعم اكسيتيرا كاملين شكرا السلام عليكم كاملين اتفقات عليكم كاملين Live! يوراني عشقتها من قلبي جامين بدلها تيا توجور في بالي راكي ما بلاه تيا حبيبتي وانتي حياتي واللي ما عمرها كل وقاتي نسميك انا ماي بيبي ونديرك ديما في جنبي نسميك انا ماي بيبي ونديرك ديما جنبي علاش ما بغيتي شي تجي اليوم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والشيشة لبست لك اللي بغيتي كوستيم وطريبيشة حيدي ديك تغوبيشة فرحي يا المشيشة اي اي يا المشيشة ويلي ويلي ويا عمري حياتي وما تسواش وبلا بيك راني نسوفري وهي دلالي خليني نجيك خليني وطريق لعندك وريني نسميك انا ماي بيبي ونديرك ديما في جنبي نسميك انا ماي بيبي ونديرك ديما جنبي علاش ما بغيتي شي جي اليوم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والشيشة لبست لك اللي بغيتي كوستيم وطريبيشة حيدي ديك تغوبيشة فرحي يا المشيشة اجي لعندي مي اموري انا وياك نكملو ستوري حبك بلي يا خويا علي هلا لالا خويا علي اجي لعندي مي اموري انا وياك نكملو ستوري راكب لي يا خويا علي هلا لالا خويا علي يا المشيشة علاش ما بغيتيش تجي اليوم نا 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 هي علاش ما بغيتي شي تجي اليوم يا المشيشة جبت لك كل ما حبيتي شكلاط والشيشة لبست لك اللي بغيتي كوستيم وطريبيشة حيدي ديك تغوبيشة فرحي يا المشيشة مالي فيك شكرا شكرا جميع شكرا لكم